النهارده اصلا هذا بيقول كل سنه وانتم طيبين. ايه هي النصايح بتاعت شهر شعبان؟ اول حاجه طبعا الصيام، ده فرض من فروض الاسلام، والصيام عشان نتهيأ لرمضان، والصيام ده ليه فوائد كتيره جسديه ونفسيه. في حاجه كل الفوائد انتوا تقريبا عارفينها، بس في فايده جديده اللي هي ايه؟ اللي هي الاوتوفايتوزيس. يعني ايه؟ يعني في الصيام الجسم بياكل الخلايا الميته وبيجددها وبيخلي الجسم يرجع شباب تاني. فانصحكم بالصيام اثنين وخميس وثلاث ايام قمريه. ايه تاني؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني ناكل على قد بطننا وعلى قد ما الدكتور قايل لنا. حاجه تانيه، الثلث والثلث والثلث، تلت اللي طعامك، تلت اللي شرابك، تلت لنفسك. حاجه بعديها، اقسم كل طبق ازاي في كل وجبه، تلت بروتين، تلت نشويات، تلت خضار. ايه كمان؟ الرياضه، الرياضه بتحسن الجسم وصحته والمناعه. لو خلطت بباقي كل شيء حي، كل ساعه كوبايه عشان نضاره الجسم كلها. شاهدوا الفيديو ده لو عجبكم، وتحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط، استشاري الصحه العامه.